هل مررت بحالة من الأكل الشديد خصوصاً بعد أزمة نفسية أو حزن؟ تسمى هذه الحالة من الأكل بالجوع الوهمي أو العاطفي، وهو الدافع اللاواعي لتناول كميات كبيرة من الطعام كي تشعرنا بالسعادة أو نسيان الحالة السلبية التي نمر بها، وتتحول هذه الحالة في أغلب الأحيان إلى الشعور بالندم الشديد فور الانتهاء من تناولك كميات كبيرة من الطعام، لأن سبب الشعور بالجوع الوهمي هو مجرد حالة نفسية دون حاجة الجسم لتناول المزيد من الطعام أو العناصر الغذائية المختلفة. وهذا النوع من الجوع مصاب به الكثير من البشر على اختلاف ثقافاتهم وأعراقهم. وهو سبب رئيسي في إصابة العديد من الناس بالبدانة وزيادة الوزن. يتوجه أغلب الناس إلى تناول أغذية غير صحية كالوجبات السريعة والدسمة، وهي وسيلة سريعة لتفريغ طاقة الغل والنهم أثناء الأكل بسبب عدم القدرة على الانتظار لحين تحضير طعام صحي. وها هي الخاصية الفارقة بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي، حيث إن الإنسان عنده القدرة على الانتظار لفترة طويلة خلال الشعور بالجوع الحقيقي، أما مصابي الجوع الوهمي أو العاطفي فلا يقدرون على ذلك البتة.